مرحبا مشاهدينا، زي ما عرفناكم في خير جليس رواية البقعة، دي الرواية الجميلة جدا لأستاذنا الكبير والكاتب الحسن محمد سعيد. نحن سعيدين جدا أنه يكون معانا الآن داخل الاستوديو. حنتكلم معاه في حاجات كثيرة، وحنعرفه من وين ونشأته وحقبه التاريخية المرة بها. يا سلام، نحن والله سعيدين جدا أنه يكون معانا أستاذنا الحسن محمد سعيد، وهو جاي من مدينة عريقة جدا، أرض الحديد والنار وأرض النضال، اللي خرجت كثير من الرموز في مجالات مختلفة يا أحمد. يعني قدموا للسودان عصارة ما عندهم. أكيد مشاهدينا، طبعا هو زي ما قالت خالدة من مدينة عطبرة، وهو خريج قانون، يتخرج في العام 1968 من جامعة القاهرة فرع الخرطوم. هو عمل مستشار بديوان النائب العام، وأعير عام 1985 للعمل في بنك اليمن الدولي. طبعا هو يكتب القصة القصيرة منذ العام 1960، ما شاء الله تبارك الله. صدرت له مجموعتان قصصيتان، لعله الخروج الذي لا يكون، ومجموعة ريحان الحلفاية. كما صدرت له عدة روايات، منها عطبرة، أزمة الترحال والعودة، أبو جنزير، وثلوج على شمس الخرطوم، صمت الأفق، الفحل، ورواية البقعة اللي تكلمنا عنها قبل. رواية البقعة في خير وجليس اللي فيها سؤال. وهي طبعا رواية البقعة ذاتها موجودة معنا، وحنشوفها هسه من خلال محاورتنا لضيفنا. مرحب بك، وانت حقيقي الليلة نورتنا في مدرمان هذا المساء وهذا التاريخ الحافل، ما شاء الله تبارك الله، مرحب بك. شكرا جزيلا على هذا التقديم الجميل. وأنا على فكرة لأول مرة يعني أنا أجلس في قناة فضائية. والله ده شرف كبير لنا. أول مرة. يعني شرف حقيقي. أنا في السبعينات كان عندي برنامج في الإذاعة السودانية. ويعني برنامج فكري استمر فترة طويلة. ويعني بالنسبة للميكروفون، بالنسبة للإذاعة، يعني الواحد معتاد عليه. يعني في علاقة بينك وبين الميكروفون؟ أيوة نعم، لكن ذات الموضوع بس موضوع الصورة، لكن الكاميرا ما عنديش علاقة بها. الليلة حيبدأ مشوار بتاع التصالح ما بينك والكاميرا. جدا. أسي في رهبة ولا أي حاجة؟ لا، أنا يعني ويلنجلي، وأنا يعني سعيد بوجودي معاكم. يعني يا أخي نحن الأسعد والله. مرحب بك أستاذ. طبعا أنت أستاذنا، يعني ولدت في مدينة عطبرة، وزي ما قالت خالدك بشين، ومدينة الحديد والنار، وخرجت عديد من العمالقة اللي نحن بنفخر بهم حقيقي. نعم. كلمنا عن مدينة عطبرة والنشأة بتاعتك في مدينة عطبرة، وقدر شنو تأثرت بتفاصيل الحياة في عطبرة. أنا الحقيقة تولدت في الشمالية، يعني زي ما يقول الطيب صالح، في قرية عند منحنى النيل، وهي مش بعيدة من قرية الطيب صالح خالص، يعني يمكن بيناتهم يمكن يكون النيل. هي قرية الطيب صالح في الشرق ونحن في الغرب، أو حقيقة قرية الطيب صالح في الشمال ونحن في الجنوب، لأنه النيل بتغير مساره، يعني من أنه ماشي من الجنوب للشمال بيمشي بيتجه نحو الغرب، وبعدين بياخذ الكيرف ده المنحنى ده، وبعدين في المنطقه بتاعت ابو حمد، مش كده؟ من ابو حمد هو يعني بيبتدي الانحناء دي، وبيلف في شبه دائره، وبعدين بياخذ مساره للشمال. احنا في المنحنى ده. طيب القريه اسمها شنو؟ جنتي. 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 جنتي يعني اللي خلد النعام ادم باغنيه نواره جنتي. يا سلام. هي خالدة غايته المناطق دي أكثر دراية مني، يعني بتفاصيل الشمال. الشمال والله تحية لي أهلنا كلهم في الشمال. ويعني أنت تولدت في الشمالية، لكن بعد ذلك مشيت عطبرة. يعني مشيت عطبرة. أيوة، أبي يعني والدي كان عامل في السكة حديد، وطبعا نحن جينا معاه في السكة حديد، وتعلمت في عطبرة. والحقيقة يعني عطبرة مدينة يعني مدهشة جدا. يعني الليالي العمالية اللي كانت بتتعمل، والواحد طبعا كان في عمر يعني هو بيحس بالأشياء، لكن يمكن ما يكون كان عنده النضج الكافي في أنه يستوعب طبعا كل الأشياء اللي كان بتحصل، وبالذات الأحزاب السياسية كانت مركزة على عطبرة. الحزب الشيوعي طبعا بصفة
يعني متخصصة أكثر يعني، لكن برضو كل الأحزاب جاءت وكان بتعمل ليها في عطبرة، وعطبرة كانت يعني دائرة مهمة جدا. فبحس أنه يعني من إلى جانب أنه كانت في حركة ثقافية في عطبرة بتمثيل رابطة نحر العطبرة، ودي فيها كانت مجموعة ممتازة جدا رحمهم الله غالبيتهم. ويكفي أنه نقول عبد الله علي إبراهيم يعني كان برضو واحد من الشباب في يعني في هذه الرابطة. نحن تأثرنا بالحركة السياسية وتأثرنا بالحركة الثقافية الموجودة. وأنا بالنسبة لي في كتابة القصة يمكن أنا يعني بدين للأستاذ بشير الطيب رحمه الله، ويبدو أنه وجد فيه خامة معينة وكان اهتم جدا بكتاباتي يعني، وكان بيوجهنا لل يعني أنا ومعي مجموعة بيوجهنا لل إنه كيف نقرأ وكيف نستطيع أن نستخلص الفكرة من القصة. ولما الواحد يكتب طبعا يحرص إنه لابد أن تكون اللغة سليمة طبعا، ولازم أن يكون لها هدف وليها قضية. الفترة طيب. دي كنت كنت في أي مرحلة؟ لأنه يعني كتابة القصة نفسها بتحتاج لنضج يعني. هو الحقيقة أنا طلعت من أولى ثانوي نتيجة لظروف أسرية يعني خاصة، فاشتغلت في حسابات السكة حديد، ومن هنا ارتبطت علاقتي بالأستاذ بشير الطيب. كان زمان هناك في امتحان يسموه امتحان الخدمة المدنية السيفل سيرفيس أو السي إس زي ما يسموه، وده طبعا الواحد لو نجح فيه يعني بيرتفع درجة يعني. فأنا امتحنت هذا الامتحان 1960 ونجحت فيه، وكان يعني كان ترتيبي متقدم يعني. وبعدين يعني هو طبعا الأستاذ بشير برضو كان له دور، لأنه هو اللي كان وجهني بأنه لازم يعني الواحد يحاول يطور نفسه. طيب جميل. بعض المراقبون بيقولوا أو بعض المراقبين كده كويسة، فبيقولوا أنه القصة بتتناسب مع فترات الشباب لكن الرواية تتناسب مع مرحلة النضج. إلى أي مدى ممكن يكون المقولة دي صحيحة بالنسبة لوجهة نظرك؟ هو طبعا القصة يعني ما في واحد كاتب يعني أعتقد أنه يعني بدأ رواية طوال يعني، لابد أن الواحد يكون جرب القصة القصيرة في مرحلة من مراحله وبعدين كتب الرواية. الرواية طبعا عايزة نفس طويل، عايزة يعني بناء الشخصيات بصورة يعني مقنعة يعني وبصورة جيدة، بعكس القصة. القصة هي طبعا لها فنيات، القصة القصيرة لها فنيات والنفس بتاعها قصير يعني. فبالتالي هي بعض الناس بيقولوا انه القصة القصيرة صعبة يعني، لكن انا طبعا ما يمكن ده ما عندي الاحساس ده، انه يعني ما بتحس كل يعني كل الكتاب يخلي بدو كتاب قصة قصيرة وبعدين لجأوا للرواية، وبعضهم ظل هو كاتب قصة قصيرة ما حاول يعني يمشي على الرواية. طيب في الفترة الأخيرة لو ملاحظ معي أستاذ إنه في 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 أسلوب جديد للكتابة اللي هو القصة القصيرة جدا، فهي بتكون زي شورت كده ملخص. انت بيستهويك النوع ده من الكتابات؟ هو طبعا ده يعني دي حاجات جديدة اللي هي طبعا الله يسموها القصة الومضة. يعني هي طبعا بتحمل فكرة معينة ولازم تكون اللغة فيها لغة مكثفة والدلالات فيها واسعة جدا وفيها ظلال، لأنه أنت محتاج توصل فكرة كاملة في بالضبط في, 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 في حروف قليلة يعني. بالضبط أيوة. وأنا طبعا ما جربتها. أنا حتى في القصة القصيرة نفسي شوية طويل يعني، انت لو شفت ريحان الحلفاية بتقل أيوة يعني بتقل القصص شوية طويلة يعني. نفسي في القصة القصيرة برضو نفس طويل شوية. لكن في بعض الناس يعني المتميزين في القصة الومضة يعني
يعني هنا يحضرني أنا يمكن أقول بعض الشبان في اليمن يعني كان جربوا هذا النوع من القصة الومضة، وأنا تعرفت بهم وقابلتهم في نادي القصة في اليمن لأنه أنا كنت بنتمي لهذا النادي. نعم طيب. أستاذنا الحسن، يعني أنت ما شاء الله كتبت مجموعة كبيرة جدا من القصص والروايات اللي يعني لقت خلينا نقول قبول كبير عند القارئ السوداني عموما. أنت لسه بتكتب القصة، وهل إذا كنت بتكتب أو ما بتكتب هل حيدي عندها أثر على كتابة الرواية؟ لا هي ما يعني يمكن هي أنا بديت أكتب الرواية بدت يعني اتجاه القصة يمكن خف شوية، لكن ما زال يعني كتبت مجموعة قصص، وإن كانت ما تضمت في مجموعة ليه؟ يعني بكتبها والله ما شجحت إنك يعني يمكن التركيز على الرواية أكثر. وأنا الحقيقة يعني ظروفي عجيبة، يعني أنا في مرحلة من المراحل توقفت عن الكتابة. وأذكر يعني صديقنا سيد أحمد الحبضل والله يرحمه، يعني هو كان سفير في اليمن، وكان طبعا أنا يعني كنا نحن عندنا علاقة مع بعض يعني هنا في بحكم الأدب والعلاقات الأدبية. فلما جاء هناك سفير طبعا توطدت علاقتي به، فكان دائما بيسألني، أنا كنت وقفت يعني ما كنت يعني في الفترة بتاعت اليمن، في الفترة الأول ما مشيت ما طبعا مشيت فيها كنت صغير يعني في العمر. لا ما صغير، أنا كنت يعني كبير يعني عمر ناضج يعني. طبعا اليمن يعني أخذ أزهى يعني سنوات عمري يعني الناضجة يعني. فكان بيقول لي يعني ليش أنت وقفت من الكتابة وكده. أنا الحقيقة كنت بجد نفسي في المذكرات القانونية، يعني برضو القانون شداني جدا إلى حد كبير جدا. طبعا القانون يعني بيقوم على جناحين، بيقوم على جناح اللغة، بيقوم على جناح المنطق. المنطق اللي هو طبعا لابد أن تكون في بينة وأدلة، ولابد أن تكون حيثيات. عشان كده أثرت عليك فيعني شوية شغلتني يعني. لكن يعني رجحت لكتابة القصة، وبعدين بديت أكتب الرواية على طول من منتدى النيلين. منتدى النيلين ده لمجموعة من المغتربين السودانيين كونوا لهم منتدى ثقافي في اليمن في اليمن أيوة نعم. ودعوني مشيت يعني حضرت معاهم الندوات دي، يعني فجأة أنا شعرت إنه أنا بكتب، أنا يعني عايز أكتب. وفعلا كتبت يعني مجموعة قصص اللي هي لعل والخروج الذي لا يكون. وبعدين بديت في كتابة الرواية وأنا في اليمن. أنا في السودان ما كتبت الرواية. لأول مرة تكتب الرواية في اليمن؟ الحقيقة أنا كتبت الرواية في تقريبا في أواخر الستينات وما نشرتها، يمكن يتنشر منها فصل أو فصلين في جريدة الصحافة. أنا ما أعرف الرواية دي وين الآن، يعني أنا بتذكر إنها كانت في كراسة كبيرة اللي هي فيها 100 ورقة ولا 150 ورقة، دي الكراسة الكبيرة دي. لكن هذه الرواية أنا ما أعرفها راحت فين، ومؤكد هي ما كانتش بتكون تجربة ناضجة يعني. لكن باعتبارها تجربة، هي تجربة أيوة تجربة، لكن مع الأسف يعني هي اختفت، يعني الواحد كان يتمنى أنها تكون موجودة. الله يا ريت. لكن برضو أستاذنا يعني الفترة بتاعت اليمن دي يعني أنا ما أعرف، لكن هو حسب الحياة المكتوبة والعارفين أننا أنت حجرت فيها مبكرا يعني اليمن، لكن الحاجة دي هل هي خصمت منك وأضاف أو هل هي أضافت لك تحديدا في مجال الكتابة؟ لا، فترة اليمن فترة خصبة جدا، وأنا يعني أنا على فكرة أنا جيت هنا دلوقتي نتيجة لحرب اليمن. وأنا جيت كأنه أنا جاي إجازة،
يعني انا جيت ما طبعا بالشيء اللي شفناه والضرب اللي كان بيحصل في صنعاء وكده، انا ما كنت ما كنا متخيلين، او نحن كل الناس اللي جينا ما كنا متخيلين انه ممكن الحرب تستمر لحد تصل للمرحله دي. ايوه يعني انا جاي كانه كنت جاي اجازه، قلت المساله ما حتستمر اكثر من شهر او شهرين بالكثير، لكن هي استمرت للاسف. وعلى فكره انا عندي مكتبه رهيبه في اليمن، مكتبة قانونية ومكتبة أدبية، أنا ما عارف يعني ربنا. واليمن أنا يعني حزين للشيء اللي بيحصل، أنا مدير لليمن بحاجات كثيرة جدا. يعني أول حاجة يعني راجل يعني اليمن بلد وفرت لي مناخ بأنه أنا أكتب كل هذه الروايات، وكتبتها بصورة يعني أنا كنت بحس أنه عندي يعني فيضان من المشاعر، وطبعا كان كلها يعني هي حنين للسودان. يعني أنا ما كتبت الروايات دي كلها ما لها علاقة باليمن، غير إني أنا كتبتها هناك وطبعت هناك، أو غالبية طبع هناك. البقعة دي طبعت في مصر، فكانت يعني الروايات كلها كانت كلها عن السودان والحنين للسودان. فاليمن بحس إنه يعني وفر لي جو خلاني يعني أكتب كل هذه الأشياء. ولو ما كان جيت يعني كده وهنا، يمكن كنت عملت رواية جديدة في اليمن. اي نعم. هنيجي نعرف بعد جيت السودان عملت رواية ولا لا، لكن بما انه جل الكلام عن الوطن والحنين للوطن وانت كنت في اليمن، يعني كثير من الناس اللي لاحظوا لرواياتك هي فيها الوطن حاضر فيها، وتحديدا يعني خلينا نقول الوطن والأحداث اللي بتمر في الوطن وكل التفاصيل دي. هل نعتبر دي هي رواية سياسية؟ ومن حقك طبعا إنها هي تكون رواية سياسية، يعني ما في مشكلة. هو يعني من المؤكد السياسة في روايتي دي موجودة. يعني كل الروايات اللي أنا عملتها دي مؤكد السياسة يعني بتأخذ مرقد كبير جدا فيها، يعني خاصة كمان أنا طبعا جاي من مدينة زي عبرة يعني، وبعدين نحن كنا الواحد بيهتم إنه لازم الشيء اللي بيعمل العمل الأدبي اللي بيعمله سواء كانت قصة ولا سواء كانت رواية لابد أن تكون عنده قضية معينة هو عايز يخدم هذه القضية. فالسياسة فعلا موجودة يعني. طيب في ناس كثير بيشوفوا انه السياسة او الايديولوجية ممكن تقيد الكاتب ذاته في الكتابة وبتسجنه يعني في نطاق معين، رأيك شنو انت في الكلام؟ هو ده يمكن الى حد ما تمام، لكن يعني انا ما كنت مقيد. انا يمكن يعني بتعاطف مع اليسار، لكن يعني أنا بحس إنه حر يعني وما ما 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 بحس إن أنا مقيد، وبكتب الحاجة اللي أنا بحس إنها هي تستحق إن الواحد يعبر عنها. جميل. كثير من الدول العربية تحديدا يعني عندهم اهتمام كبير بجانب الثقافة والأدب، ونحن عايزين ننتقل معاك لليمن مرة تانية، وخاصة إنك كنت يعني عضو في نادي القصة اليمني. دارين نعرف في ملامح صغيرة كده يعني حركة الأدب والثقافة عموما في اليمن. اليمن فيه يعني في حركة ثقافية يعني كبيرة جدا، وإن كانت ما معروضة على الناس. اليمنيين طبعا يعني بيخزنوا القات، والقات ده يعني لازم الناس تقعد في مقيل. مقيل يعني هو عبارة عن ناس يقعدوا على الأرض طبعا زي ما بتشوفوه يعني كده في جلسة السعودية عربية، جلسة عربية. أيوة. في الصحراء عربية. يعني. في الصحراء؟ لا مش في الصحراء، في الصوالين. الجلسة العربية العادية. أيوة. الجلسة العربية العادية ويقعدوا، وبعدين في يعني هذه الجلسة بتكون عبارة عن ندوة. يعني أنا كل الجلسات اللي أنا كنت بمشيها وكده كانت عبارة عن ندوات ثقافية وسياسية وفكرية إلى حد كبير. اليمن فيه حركة أدبية يعني كبيرة،
والصحف والمجلات بتحتفي بالأشياء دي. نادي القصة في اليمن أيضا بيهتم جدا بالقصة والنقد فيها، وعندهم جلسة كل أربعاء تناقش فيها الأعمال الجديدة، تناقش فيها أي أعمال يعني عايزين يعرضوها، مساحة للنقد يعني. أيوة، وأنا يعني تشرفت بأن أنا أدوني العضوية فيهم وبحضر معاهم، وكان الواحد يعني بيجد متعة جدا في الندوات دي. يعني يوم الأربعاء ده يعني كان يوم رائع جدا، والواحد تنور بأشياء كثيرة جدا، مختلف الآراء والثقافات المختلفة يعني. طبعا أستاذنا الحسن، يعني أستاذنا المخرج شاكر بيقول لي القادة بدي طاقة، فإلى أي مدى هذه المعلومة صحيحة؟ ولا هو شاكر ده دار، هو شاكر كان في اليمن؟ والله هو شاكر ده حامغ. أيوه، هو القاد فعلا، هو يعني بيدي طاقة ويعني وبعدين بيخلي الإنسان يشعر بفرح أو راحة نفس. أيوة جميل، شايف. ومرات بتحس إنه أي حاجة possible، يعني أي شيء ممكن يعني. وبعدين الإنسان بيكون فيه ودود جدا، ويعني ودود إلى حد بعيد يعني، ومتسامح. تعرف يا أستاذنا، أنا الزمن ده كله بفتش لأنه شخصية شاكر دي ليه عاملة كده، فحسن عرفت من القادة شخصية شكله هاي الشخصية مخرجنا شاكر ده. أيوة طبعا نفس المواصفات دي، زول ودود كده ولطيف له التحية يعني. طيب أستاذنا، أنت طبعا من جيل المبدعين. بس لو سمحت لي في أنا عايز أوضح معلومة. كان أستاذنا المرحوم دكتور تيجان الطيب رحمه الله، تيجان الماحي، فهو كتب، كان منظمة الصحة العالمية طلبت منه، كان في الستينات تقريبا، طلبت منه يقدم دراسة عن القاد، وقدم دراسة ممتازة جدا، ورى يعني حتى في لمحة تاريخية ورى إنه النبتة دي هي جات لليمن من الحبشة. بالله يعني. أيوة. أصول أفريقية. أصول أفريقية. نعم، هي موجودة فعلا في القرن الأفريقي ده. طبعا إحنا في السودان ما عندنا، لكن في القرن الأفريقي ده في الحبشة، في الصومال، في كينيا، يعني موجودة النبتة دي. فقال هو نفع عنها إنها تكون مخدر. نفع أنها تكون مخدر، لكن يعني مكيف. طيب ممكن نقول يعني هي زي يعني بتخليك، بتجيب لك الراحة النفسية والفرح يعني. وبعدين غالبا الطلبة في المذاكرة بياخذوا، لأنه ما بيخلي الواحد ينوم. بتكون في المناسبات مش كده عادة؟ هي غالبا طبعا في اليمن مناسبات الأفراح والأتراح يعني. هو القد يعني الناس طوالي، ويعني وما ندر واحد يمني ما يخزن طبعا، ده صعب يعني. بعدين على فكرة السودانيين بدوا يخزنوا وفاقوا اليمنيين أيضا في القادة. في القادة. نعم. طيب أستاذنا، يعني أنا كنت بقول إن أنت من جيل المبدعين الكبار يعني في بلادنا، وبتفتكر إنه العوامل شنو ساعدت الجيل ده إنه يقدم كل هذا المخزون الفكري والقصصي من رواية والشعر ومسرح؟ يعني دي أعمال كبيرة جدا، والجيل ده تحديدا مشهور بها يعني. تفتكر العوامل شنو؟ العوامل كثيرة جدا يعني. أول حاجة يعني مستوى الدراسة. مستوى الدراسة يعني مستوى الدراسة في المدارس كان مستوى رفيع جدا. تقصد المنهج مش؟ المنهج. نعم، يعني كان منهج ممتاز. يعني الطالب اللي بيطلع من المدرسة الوسطى كان بيتكلم لغة عربية ولغة إنجليزية سليمة يعني. يبقى بعد كده دراسته في الثانوي وفي الجامعة هي زيادة معلومات، لكن من حيث يعني سلامة اللغة هو بيطلع من المدرسة الوسطى دي وهو يعني بيتكلم لغة سليمة. لغة سليمة سواء كانت عربية أو إنجليزية. أضف إلى ذلك طبعا نحن جينا في المادة العربي، وطبعا عبد الناصر
وكان يعني في مصر عبد الناصر كان اهتم جدا بالثقافة، وكان يعني في حركة بتاع الترجمة للأداب العالمية بصورة كبيرة جدا وبأرخص الأسمان، وكان كبار الكتاب بيقدموا الكاتب اللي هم يعني بيترجموا له، يعني بيعمل عنه دراسة، وبتكون الترجمة ذاتها مش زي الترجمة، يعني مش ترجمة تجارية، ترجمة يعني أكاديمية سليمة، يعني مش ترجمة حرفية صحيح. أيوه. وبعدين كانت بأرخاص بأسمان رخيصة جدا. وطبعا نحن في السودان مؤكد كان بيجينا هذه الأشياء يعني استفدنا منها يعني، ومن الحركة دي احنا عرفنا يعني عدد كبير جدا من كتاب المسرح، من كتاب الروايات، أدب اللامعقول، يعني الفلسفة الوجودية، طبعا دي كلها كانت يعني جينا كان اطلع على كل هذه الأشياء. أستاذنا الحسن، يعني أنتوا جيل محظوظ جدا وما ظلمتوا روحكم، بس الجيل الآن الحالي بيشتكوا من إنه نحن مظلومين، في حين إنه هم ظالمين روحهم بإنه ما في اطلاع، ما في قراية، ما في زول عنده رغبة في إنه هو يعني يكون عنده مخزون معرفة يستفيد منه حتى لو ما كان بيكتب يعني. طبعا كلام ده ما كل لكل الناس، لكن كثير من الناس اللي بيقول لك والله يا أخي أنا في فترة من الفترات اتأثرت بكاتب معين أو بشخص معين، هل الحاجة دي برضو كان عندها يعني صدى عندك إنك تأثرت بواحد من الكتاب السودانيين أو العالميين؟ لا، من المؤكد يعني أنا تأثرت إلى حد كبير جدا بنجم محفوظ، إلى حد كبير جدا، يمكن نجم محفوظ ويوسف إدريس، عبد الرحمن الشرقاوي، يعني كل الكتاب في مصر. الطيب صالح طبعا ظهر لنا يعني في منتصف الستينات، يعني هم من ظهرت الرواية بتاعته موسم الهجرة إلى الشمال، وكتب عنها الناقد المصري الكبير رجاء النقاش في مجلة المصور. طبعا دي كانت بداية انتشار الأستاذ الطيب صالح، يعني كتب عنها رجاء النقاش كتابة يعني كانت في منتهى الرقي، ورغم أنه هي الرواية نشرت في مجلة حوار، وحوار دي كانت تصدر في بيروت، وطبعا مؤكد يعني مجلة حوار شعرت بأنه الرواية تستحق، يعني لأنه نشرت كل الرواية في المجلة، يعني ولا على مسلسل ولا كلها يعني وانجو كده من لحظة واحدة. فنحن يعني أنا تأثرت بهؤلاء الكتاب، إلى جانب طبعا الكتاب الغربيين إرنست همنغواي، يعني تينيسي ويليامز، يعني كل هؤلاء الناس الواحد تأثر بهم، يعني سواء كان الواحد قرأ في الكتاب ديل في يعني في لغتهم الأصلية أو والغالب كانت ترجمات. طيب في سؤال هنا يعني اعتراضي للموضوع، يعني دور المرأة في كتاباتك، هل المرأة موجودة؟ موجودة بكثرة. لأنه أنت قلت لي نجيب محفوظ، ومعظم كتابات نجيب محفوظ هي مناصرة للمرأة، يعني فبحكم التأثر يعني ممكن يكون الزول مال برضو للموضوع ده، وعندنا مشكلة هنا في السودان، يعني أنا ما أقدر أعمم الحاجة دي عشان ما يزعل مننا، لكن كتابات المرأة ما بتكتبها إلى المرأة. لا طبعا في اتهامات بالشكل يعني، لا طبعا ده كلام. في كم ضيف جه هنا في المكان ده وقعد وتكلمنا في الموضوع ده، فبقيت كسؤال ثابت لأي روائي أو أي قاص أو أي كاتب مباشرة، يعني أين المرأة في كتاباتك؟ أيوه، هو طبعا يعني المرأة هي يعني طبعا العلاقة الحياة ما لابد أن تكون بين رجل وامرأة. طبعا المرأة في قصص نجيب محفوظ موجودة، موجودة يعني بكثرة، يعني بشيء ملفت بشيء ملفت يعني حتى وأنا أذكر أنه في الأستاذ غالي شكري كتب كتاب مهم جدا في الستينات اسمه أزمة الجنس في الرواية العربية، ويعني نحن كلنا كنا بنفتكر أنه يعني الكتب عن الجنس والمرأة هو إحسان عبد القدوس،
لكن الأستاذ غالي شكري ورى أنه بالعكس أنه اللي كتب عن المرأة وبعمق ووضح الأزمة دي هو نجيب محفوظ ودلل طبعا على الـ على الـ على الحكاية دي. لكن برضو نحن كسودانيين كده عندنا قضايا كده ما قاعد نكتف فيها عشان نكون واقعيين وصريحين يعني. بحكم انه يقول لك يا اخي والله نحن العرف بتاعتنا والتربيه بتاعتنا والادب بتاعنا قد ما يسمح لنا انه نخش في الموضوع بتاع القضايا السخنه مثلا يعني عن موضوع الجنس وتفاصيله وكده بالذات في الكتابات يعني الى اي مدى المقوله ممكن تكون صحيحه؟ لا هو طبعا لا ايوه طبعا ده كلام يعني ما هو يعني الاباحه في فرق بين الاباحيه وبين انه انت بتتكلم عن المراه او تتكلم عن الجنس بما يقتضي تقتضيه الروايه يعني يعني الغرض مش يعني مش الاثاره يعني لكن دي الحياه يعني this is life يعني دي للحياه والواحد بيحاول يعبر عن هذه الحياه لخدمه المضمون او لخدمه الفكره اللي هو عايز يخدمها يعني. يعني انا ممكن افهم انه الحاجه دي اذا جات عرضيه في الكتابه فلا مانع يعني منها، لكن يعني تخصصية في الموضوع ما لا ما بالضرورة تبقى عرضية يعني ما لا يعني كيف يعني ما يعني يعني قصدي لك انه اذا استدعى الموقف انه يكون في مشهد معين في الرواية او في القصة فيه مثلا ممكن نقول نزوة او فيه يعني نعم شيء يدعو للجنس نعم فلا بأس به اي نعم. لكن يعني الاستقصاد الكتابة ذاته في المواضيع زي دي ما لا يعني أصله إذا كان الكاتب ما عندوش قضية إنسانية هو عايز يخدمها يعني طبعا بيكون عمله عمل باهت يعني لابد أن تكون هنالك قضية إنسانية إنه الكاتب عايز يبرز هذه القضية وحيبرزها من خلال بناء الجيد للشخصيات. نعم يعني أستاذنا الحسن برضو يعني القصة الرواية الأدب عموما عنده دور كبير جدا في معالجة القضايا اللي خلينا نقول ممكن تكون هي موجودة في المجتمع بصورة كبيرة جدا. أنت كنت واحد من الناس اللي عايشين برا السودان والناس قرت رواياتك وقرت قصصك، لو اتكلمنا عن المحيط السودان نظرة العالم عموما وأهل اليمن تحديدا لأنك أنت كنت في اليمن، تقييمهم للتجربة السودانية في الرواية والقصة؟ اليمنيين يعني طبعا الحقيقة الطيب صالح يعني هو كان بالنسبة لي أنا عنوان طيب وهو طبعا يعني زي ما قال صلاح أحمد إبراهيم إنه كان هو وزارة الثقافة يعني متحرك حقيقي والله أيوة الوصف ده كيف وصف جميل أيوة. وزارة الثقافة متحرك أيوة نعم فطبعا نحن إلى جانب إنه الكتاب التانين يعني قامات كبيرة يعني زي بروفيسور عبد الله الطيب صلاح احمد ابراهيم نفسه علي المك يعني في قامات كبيره يعني. طيب كيف كان بتشوف العرب عموما والكتاب العرب تحديدا كيف بشوف التجربه السودانيه من خلال واقعهم هم هناك؟ يعني هو اليمن يعني في اليمن بالذات يعني هم بيحسوا انه السودان فيه حركه ثقافيه وحركه ادبيه متطوره خاصه انه جزء من اليمنيين كانوا عاشوا هنا يعني من بدري يعني نعم. وبعدين يعني المهاجر اليمني مختلف عن المهاجر اللي هاجر لاثيوبيا او ل يعني المنطقة بتاعت القرن الأفريقي ده كله أريتريا وكده. اليمنيين تأثروا بالسودانيين وعلموا أولادهم وبالتالي يعني أولاد اليمنيين اللي عاشوا في السودان هنا كانوا متعلمين وشغلوا وظائف كبيرة بعد ما هم رجعوا لليمن شغلوا وظائف وكده في حين انه يمكن دي بالنسبه لليمن اللي هاجر
في القرن الأفريقي يكاد يكون يعني أقل بكثير يعني. هو طبعا يعني معظم القبائل أو معظم الجنسيات اللي بتجي السودان بيكون سهل جدا اندماجها يعني. المجتمع السوداني مجتمع بسيط وبرحب يعني. والتجربة اليمنية بيقول لك يا أخي حتى هم كانوا بيسموهم اليمانيين بيقول لك الياماني فمن بدري يعني موجودين معنا في السودان هنا. وفي ناس بتقول إنه حتى اليمن ذاته طبيعته بتشبه يعني من ناحية مجتمع التركيبة بتاع المجتمع هم بيعتمدوا على القبلية يعني هي قبائل متفرقة بنفس الفكرة بتاعت السودان يعني. أستاذنا الحسن محمد سعيد أنت حقيقي اللي أنا نورتنا في مدرمان هذا المساء وكنت إضافة والحمد لله إحنا شلنا أنا وخالد شرف إنه أول مقابلة تلفزيونية لك. أي والله لنا الشرف. الله شكرا جزيلا على يعني هذا التقديم الطيب وأنا أشكركم يعني وأنا سعيد بحواراتكم يعني. بس داري منك حاجة واحدة توعدني إنه يكون عندنا لقاء ثاني لأنه والله حقيقي إحنا كان عندنا مجموعة بتاعة أسئلة ومحاور لكن للأسف الزمن أدركنا كالعادة. جدا ما في أي مانع. طبعا أستاذنا الحسن سيرة ومسيرة يعني إن شاء الله في لقاءات جاية نحاول نوثق لك بإذن الله تعالى. وقناة أم درمان بيتك يعني بما إنه دي كانت الإطلالة الأولى لي يا أحمد إحنا نقول لك حبابك وإن شاء الله موفق دائما يا رب. سعدنا بك. منتظرين الجديد منك إن شاء الله. شكرا جزيلا.